صباح الخير يا وطنا يسير بمجده العالي إلى الأعلى. صباح الخير يا وطن، صباح الخير من رفح حتى رأس الناقورة، من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل. صباح نسيم الجليل العليل، صباح الخير من حيفا وعكا والناصرة وبئر السبع إلى نابلس جبل النار. صباح نخيل أريحة وبرتقال يافا، صباح الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان. صباح الخير من أم الرشراش والمزارعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وبيت نبالة وصفد. صباح الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب. صباح الخير لللد والمثلث، صباح الخير من وطن يا وطن. صباح الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيلي وطول كرم وجنين. صباح الخير لأهلنا في طوباس وسلفيت، صباح الخير لكل مدينة وقرية ومخيم. صباح الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، صباح الخير للأسرى والجرحى ولذوي الشهداء. صباح الخير للعمال والفلاحين، صباح الخير للطلاب، صباح الخير للفقراء، صباح الخير يا وطن. صباح الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية الصباحية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين، وعلى امتداد الوطن السليب نقرأ الخبر نقدمه ونحلله بعين فلسطين. برنامج صباح الخير يا وطن مع آلاء العملي وعلياء الطيطي يأتيكم الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 من الأحد حتى الخميس. هذا البرنامج برعاية مستشفى اتش كلينيك التخصصي هيلث صحة هيومانيتي إنسانية هاي ستاندرد أوف كير، معايير عالية للرعاية الطبية، وبنك الاستثمار الفلسطيني تنمية وأمان. أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في هذه الجولة الإخبارية، برنامج صباح الخير يا وطن برعاية بنك الاستثمار ومشفى اتش كلينيك التخصصي وشركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية. معكم في الإعداد والتقديم آلاء العملة، في الهندسة الصوتية والإخراج التلفزيوني خالد نجاص، وفي المتابعة والتنسيق الزميلة رعشة حسونة. وننتقل معكم إلى العناوين. هرتزوغ يصل إلى تركيا وصوره وهو يمد يديه لأردوغان من أجل المصافحة والسلام تغزو مواقع التواصل الاجتماعي. اتحاد المعلمين يواصل تنفيذ خطواته التحذيرية بتعليق الدوام بعد الساعة 11 صباحا. ونهاية أسبوع محملة بالغيوم والأمطار تزداد عمقا في الساعات القادمة. وفي المنوع وفاة صاحب قلب الخنزير بعد شهرين فقط من عملية الزراعة. أهلا بكم في التفاصيل. أعلنت نقابة المحامين تعليق العمل هذا اليوم أمام كافة المحاكم والنيابات رفضاً للتعديلات التشريعية الأخيرة الخاصة بجملة من القوانين الإجرائية. وأوضح بيان النقابة مساء أمس، وذلك في بيان وصل لوطن نسخة منه، أن تلك الخطوة تأتي باعتبار أن التعديلات التشريعية الأخيرة الخاصة بجملة من القوانين الإجرائية تتضمن مخالفات دستورية جسيمة وتقوض العدالة وتدفع تجاه انهيار المنظومة القضائية بشكل كامل. أضاف أيضا بيان النقابة أن مجلس النقابة سيبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطور دعوة نقيب المحامين لاجتماع رؤساء قضاء العدالة خلال الأيام القادمة بعد توصية الرئيس بعرض كافة التسييبات المتعلقة بتعديلات القوانين لمناقشتها والتشاور حولها، وسيتخذ خطوات لاحقة بناء على المخرجات من الاجتماع.
أصيب 6 مواطنين مساء أمس في حادث سير بين مركبتين في بلدة طمون بطوباس، وقال الدفاع المدني إن طواقم الإنقاذ في مديرية دفاع مدني محافظة طوباس تعاملت مع الحادث، وذلك بعد أن نتج عنه 6 إصابات. وأشار إلى أن الطواقم عملت على إخلاء وتسليم المصابين للهلال الأحمر وفصل مصدر الكهرباء لمنع حدوث تماس كهربائي وفتح الطريق أمام حركة السير. التقى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ يوم أمس مع وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد، وأكد الشيخ في منشور على صفحته الشخصية في فيسبوك ضرورة وجود أفق سياسي يرتكز على الاتفاقات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية، بالإضافة لوقف الإجراءات الأحادية التي تعيق حل الدولتين. وتناول اللقاء الوضعين الإقليمي والدولي. أفرجت قوات الاحتلال مساء أمس عن 6 أطفال بعد أن اعتقلتهم عصر أمس في سلفيت، وكانت قوات الاحتلال اعتقلت هؤلاء الأطفال 6 أثناء ركوب دراجاتهم النارية في البلدة في رفات تحديدا، واقتادتهم إلى مركز الاعتقال. نفذ جهاز الدفاع المدني اليوم وأمس تحديدا تمرينا تعبويا يحاكي وقوع عدد من الأحداث في نفس الوقت، وذلك تحت إشراف مدير عام الدفاع المدني اللواء العبد إبراهيم خليل وبحضور محافظ رام الله. وأوضح الدفاع المدني في بيان صدر عنه أن هذا التمرين جرى في حي المصيون برام الله وحاكى وقوع هزة أرضية، الأمر الذي تطلب تنفيذ إخلاء لما يقرب من 800 موظف ومراجع في مباني داخل البنك العربي والإسلامي العربي، بالإضافة لبنك القدس وبنك الإسكان. ننتقل معكم مشاهدينا إلى الأحداث الميدانية الحاصلة في الساعات الأخيرة، يحدثنا عنها الزميل الصحفي أمين أبو وردة. صباح الخير. صباح الخيرات لكم. أهلا بك معنا، ولو تحدثنا بداية عن أبرز الاعتقالات المداهمات الحاصلة في الساعات الأخيرة وخلال الساعات الأولى من الفجر هذا اليوم. أبرز ما لفت انتباهنا هو حملة الاعتقالات الواسعة التي طالت نحو 40 مواطنا فجر هذا اليوم في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية. بعض المعتقلين بعد استجواب من عدة ساعات تم إخلاء سبيلهم كما جرى في الواد وبيت ريما، ولكن الاعتقالات تركزت في بيت ريما حيث جرى اعتقال مواطنين وايضا 3 مواطنين في بلده سلواد و 8 مواطنين اخرين في بلده عزون شرق خلطيل، اضافه الى 9 مواطنين في بلده يطا جنوب الخليل ومعتقل من كفر حارس ومعتقل من السموم. وكان هناك اقتحام لمخيم الهيشي واعتقال ايضا مجموعه من الشبان، وفي مخيم بلاطه جرت عمليات اقتحام لعده منازل دون الابلاغ عن اعتقالات، فقط استجواب وتفتيش وتنكيل في عده منازل داخل المخيم. هذه ابرز التطورات التي تم رصدها فجر هذا اليوم، اذا نتكلم عنها قرابه ال 40 معتقل وعمليات دهم متفرقه. نعم، اذا لو انتقلنا ايضا الى الواقع الافتراضي والى مواقع التواصل الاجتماعي، ما هي ابرز المواضيع التي لاقت اهتماما وبالطبع من ضمنها غلاء الاسعار، ولكن كيف تم تداولها بين النشطاء؟ بالفعل موضوع تداول الاسعار وارتفاعها ياخذ حيز كبير، كنا نتكلم بالايام الماضيه عن ارتفاع اسعار الخبز والطحين، اليوم اصبح الحديث عن اسعار الحديد واسعار الالمنيوم، وهذه كلها انعكاسات وتداعيات للحرب الروسيه الاوكرانيه، والمواطن الفلسطيني يشعر بنوع من التخوف والتوجس للوضع الحالي وايضا توقعات اكثر سوءا في الفتره المقبله. ولكن بالامس لفت انتباهنا في المجتمع الافتراضي ان قضايا اخرى جانبيه اخذت جزء من هذا الاهتمام وجعلت موضوع الاسعار الى حد ما يتراجع قليلا عن الاهتمام الوطني الكبير، من ضمنها قصه فيلم صالون هدى اخذ حيز في المتابعه، ايضا زياره الرئيس الاسرائيلي لتركيا والتقائه مع اردوغان واصبح هناك تباين واتهامات، وايضا فوز ريال مدريد في مباراته بالامس
في المباريات، واصبح هناك نوع من الجدل ايضا ونوع من التراشق والمكايدة بين مشجعي ريال مدريد وبرشلونه، وهذا طبعا في المجتمع في الوسط الرياضي الرقمي الذي له حصه كبيره في المجتمع الفلسطيني. ولكن كما اسلفت دليلتي ما زال موضوع الاسعار هو الذي يستحوذ على الاهتمام الاكبر الى جانب المواضيع الثانيه، ولكن هذا سيتغير في اليومين القادمين مع بدء الدعايه الانتخابيه للبلديات الفلسطينيه. نعم، اذا هذه ابرز الاخبار على الساحه ميدانيا وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. حدثنا عبر الهاتف الزميل الصحفي امين ابو ورده، شكرا جزيلا لك. أعلنت لجنة مخابز بيت اللحم مساء أمس عن إضراب هذا اليوم احتجاجا على ارتفاع الأسعار، وأيضا قال هاشم الراضي وهو رئيس اللجنة إن تعليق العمل في المخابز سيكون مفتوحا في حال استمرار ارتفاع الأسعار واعتماد الأسعار الجديدة. وأضاف أن سعر الطحين ارتفع 30 شيكلا منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، وسيرتفع اعتبارا من هذا اليوم من 18 إلى 50%، وهو ما يعني خسائر كبيرة لكافة المخابز العاملة والتي أصبحت غير قادرة على الاستمرار في هذا العمل. وشهدت الضفة بلا شك ارتفاعات على أسعار مختلف المواد الأساسية مؤخرا في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية، خاصة مع الخصومات على رواتب موظفي السلطة. من المقرر أن تتواصل وزارة الاقتصاد والمخابز والمطاحن يوم أمس، من المقرر أن يتوصلوا لاتفاق بخصوص سعر الخبز والدقيق، لكن الاجتماع بين الأطراف الثلاثة انتهى دون أن تعلن الوزارة عن فهوة. إلى صالون هدى الذي لقي موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أثار مقطع في فيلم صالون هدى استنكارا واسعا عبر مواقع التواصل، واعتبر نشطاء أن هناك مشاهد إباحية إذ يصور سيدة وهي تنتزع ملابس من فتاة، وذلك بعد تخديرها. وتدور قصة الفيلم من إخراج هاني أبو أسعد على فكرة إسقاط فتيات في صالون للسيدات للتعامل والتخدير خبر مع الاحتلال. وكتب الفنان والرسام كامل قلالوي على صفحته على فيسبوك: مهما كانت القضية التي قد تقدمها نبيلة، الطريقة التي تقدمها لها دور أكبر في تثبيتها وقبولها في المجتمعات. عندما نتحدث عن قضية الإسقاط في فيلم، ليس من الضروري أبدا عرض مشاهد عري، بإمكانك أن توصل الصورة والفكرة بالإيحاء، لكن هذا الذي وصل له المخرج هاني أبو أسعد. إلى ذلك، نشر موقع إلكتروني لمجموعة من الهاكرز بيانات عن 30,000 طيار وموظف في سلاح جو الاحتلال، وقد تضمنت تعريف هذه الطيارات بشكل كامل بالاسم وبطاقة الهوية ومكان السكن والرتبة في الجيش والبريد الإلكتروني. قامت المجموعة الإلكترونية الهجومية في الأيام الماضية بتسريب معلومات، وكانت هذه المعلومات حساسة جدا من شركات تصنيع الأسلحة الإسرائيلية من بينها شركة رافائيل. وبحسب المصادر العبرية، فإنه من اللافت أن البيانات تضمنت معلومات عن العاملين الحاليين والسابقين في سلاح جو الاحتلال ورتبهم ودورهم التشغيلي. وقال خبير عسكري احتلالي في أمن المعلومات لصحيفة إسرائيل هيوم أن هذه المعلومات خطيرة عن الطيارين والفنيين والعاملين الدائمين والاحتياط، وأوضح قائلا: تبقى الأسئلة مفتوحة، من حصل على هذه المعلومات، وهل هو مرتبط بدولة معادية؟ قررت مع
محكمة صلح نابلس يوم أمس تمديد اعتقال للمعتقل السياسي عبد الرحمن بشتاوي لمدة 10 أيام وفقا لما أفادت به العائلة. وقالت زوجة عبد الرحمن إنه مضرب عن الطعام والماء أيضا منذ أن اعتقل من قبل جهاز الأمن الوقائي عقب استدعائه للمقابلة يوم الأحد الماضي. إلى نقابة المعلمين أو اتحاد المعلمين على وجه التحديد الذي يواصل تنفيذ الخطوة التحذيرية بتعليق الدوام يوم أمس وهذا اليوم أيضا بعد الحصة الثالثة مع مغادرة المدارس ومغادرة موظفي الوزارة للمديريات على الساعة 11 صباحا. حول هذا الملف معنا الآن عبر الهاتف الأمين العام لاتحاد المعلمين سائد إرزقات. صباح الخير. أسعد الله صباحك وصباح جميع المعلمين والمعلمات. أهلا بك معنا، ويعني هذا هو اليوم الثاني للإضراب أو لهذه الخطوة التحذيرية اليوم، إذا لم تتم الاستجابة لمطالبكم ما هي الخطوات ربما القادمة؟ يعني في البداية نحن نتوجه بالتحية والتقدير إلى كل المعلمات والمعلمين الذين صبروا وصمدوا خلال الفترة السابقة على نسبة الخصم من الرواتب والتي لم تمكنهم من العيش الكريم في هذا الجو من الغلاء الذي يجتاح الأسعار لإصلاح الأسواق. بما يخص فعاليات اتحاد المعلمين الفلسطينيين، نحن سابقا قد أصدرنا بيانا للحكومة الفلسطينية ودعونا الحكومة الفلسطينية إلى صرف رواتب كامل للموظفين، لكن لم يكن هناك استجابة فقمنا باتخاذ هذه الخطوة التحذيرية من أجل الضغط على الحكومة الفلسطينية من أجل العمل على صرف راتب كامل والبحث عن سبل وطرق أخرى بعيدا عن الدعم الأوروبي تجاه تمويل العجز في فاتورة الرواتب، ونحن ننتظر ردا من الحكومة الفلسطينية في هذا الجانب، وبناء على هذا الرد نحن نقيم الخطوة القادمة لاتحاد المعلمين. نعم، وبلا شك أن هذا الإضراب يتزامن مع ارتفاع شديد في الأسعار، وربما في كل لحظة نشاهد بأن أحد الاتحادات يرفع سقف الخبز ربما أو الحديد أو الألمنيوم وما إلى ذلك، ونحن نتفهم ذلك، ولكن في حال لم تستجب الحكومة بالفعل لهذه المطالب ما هي الخطوات القادمة؟ نحن نتحدث عن مؤسسة نقابية، هذه المؤسسة النقابية لديها مهمة أيضا، مهمة وطنية ومهمة تربوية، والمهمة التربوية تحتم علينا إنجاح امتحانات الفترة الثالثة خلال التي تبدأ في بداية الأسبوع القادم. لذلك أي خطوة سيقوم باتحاد المعلمين الفلسطينيين سيكون في هذه الجوانب، أولا بمسؤولية تربوية ومسؤولية وطنية وأيضا مسؤولية نقابية. لذلك يمكن أن يلجأ اتحاد المعلمين الفلسطينيين إلى خطوات لها علاقة بإنهاء الدوام بعد الامتحان مباشرة ومغادرة الطلبة وعدم إعطاء أي حصة بعد الامتحانات، لكن هذه الخطوة حتى الآن لم يتخذها اتحاد المعلمين الفلسطينيين لأننا ننتظر رد الحكومة الفلسطينية على ما صدر في بيان الاتحاد. نعم، ربما اليوم طلاب الثانوية العامة هم الأكثر تضررا من هذا الإضراب أو أي خطوات احتجاجية قادمة، لأي درجة من الممكن الاستمرار في هذا الإضراب دون أن نلحق ضررا بالطلاب؟ تحدثت إليك في هذا الجانب، نحن ننتظر رد الحكومة الفلسطينية ونحن نعي أهمية هذه الفترة بخصوص الثانوية العامة وأيضا امتحانات نهاية الفترة، ننتظر هذا الرد ونأمل أن يكون هناك استجابة وتأكيد من الحكومة الفلسطينية على موضوع صرف الرواتب كاملة الشهر القادم وإنهاء هذه الأزمة ووضع سقف زمني لموضوع المستحقات المتراكمة نتيجة الخصومات. نعم، لو قلنا بأن الحكومة استجابت لطلب واحد من مطالبكم وهي تحديد السقف الزمني لتسديد الرواتب المنقوصة، هل هذا يكفي ربما لإنهاء خطواتكم الاحتجاجية أم لا؟ هذا سنأخذ هذا التوجه من الحكومة ونعرضه على مؤسسة الاتحاد ويتم التشاور على الخطوات القادمة، لأن هذه مؤسسة نقابية لا تعتمد على القرار الفردي، هي تعتمد على القرار الجماعي في ظل هذه الظروف. لذلك أي مبادرة من الحكومة أو أي قرار من الحكومة يجب دراسته والتروي في هذه الدراسة ومن ثم أخذ القرار. نعم، إذن هذه هي الخطوات القادمة، ربما ننتظر ما الذي سيحصل أستاذ سائل في القريب، ونتمنى أن تكون مطالبكم دائما هي المتحققة. شكرا جزيلا لك.
التطريز الفلسطيني عقب محاولات حثيثة من الاحتلال بسرقته والاستيلاء عليه يسجل يوم أمس على القائمة العالمية اليونسكو التمثيلية للتراث غير المادي العالمي بحضور رسمي وشعبي. وقد احتفلت وزارة الثقافة بهذا الإنجاز الفلسطيني الذي يحفظ هذا الفن من الضياع ومن محاولات إسرائيلية لسلبه وتكريس ارتباطه بالشعب الفلسطيني واستمراريته دون انقطاع منذ عشرات آلاف السنين. نتابع معكم تقرير الزميل بهاء بركات من هناك. فن التطريز الفلسطيني عقب محاولات حثيثة من الاحتلال بسرقته والاستيلاء عليه يسجل اليوم على قائمة اليونسكو التمثيلية للتراث الغير مادي العالمي بحضور رسمي وشعبي. احتفلت وزارة الثقافة بهذا الإنجاز الفلسطيني الذي يحفظ هذا الفن من محاولات الاحتلال لسلبه وتكريس ارتباط الشعب الفلسطيني بزيه واستمراريته دون انقطاع منذ آلاف السنين. يعني تأتي هذه الاحتفالية بعد نجاح دولة فلسطين بتسجيل العنصر التطريز وفنونه على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية. هذا لقاء جمع الشركاء المختلفين، المنظمات الدولية، المؤسسات الفلسطينية عاملة في قطاع التراث وفي قطاع الثقافة، شركائنا في الوزارات المختلفة، من أجل أولا أن نقول شكرا كبيرا لكل أمهاتنا وجداتنا التي حافظنا على هذا التطريز والتي حافظنا على استمرار وجود الثوب الفلسطيني في حياتنا. طبعا هذا جزء من جهود وزارة الثقافة دائما في حماية التراث والهوية الفلسطينية، هو إنجاز وهو رد على كل محاولات الاحتلال وكل من يتساوق معهم في سرقة هذا التراث. اليوم نحن رح نشوف أثواب عمرها أكبر من عمر دولة الاحتلال بكثير، رح يكون في عنا أثواب عمرها أكثر من 100 و120 سنة، هي حكاية شعب. الثوب الفلسطيني هو هوية لكل أبناء الشعب ورمز ثابت من رموز الوطنية المرتبطة بالأرض والتاريخ والطبيعة، تماما كما تعكس نقوش التطريز الفلسطيني التي تحمل عبق التاريخ والحضارة وهو ما تحاول إسرائيل سرقته. الحقيقة هذه الفعالية جاءت نتيجة دخول فلسطين في منظمة ثقافية عالمية، منظمة اليونسكو. لما في اليونسكو يصوت 194 دولة لصالح الثوب الفلسطيني والتطريز الفلسطيني اللي هو كل ثوب هو هوية وثيقة لوجودنا بكل قرية ومدينة فلسطينية، هذا انتصار للثقافة الفلسطينية والثوب والتطريز الفلسطيني. احنا بنقدر نقول للعالم من خلال الثوب احنا موجودين بكل قرية ومدينة من خلال ثوبها ومن خلال التطريز الفلسطيني، احنا طرزنا. الحفل جاء بشراكة مع بنك فلسطين بخطوة تعكس حسا مشتركا في حماية التراث الفلسطيني بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ومن أجل إبراز فن التطريز الذي تتميز فيه كل منطقة في البلاد بأسلوب مختلف ومتفرد من حيث لون القماش أو خيوط التطريز أو طبيعة النقوش والرسومات المطرزة، وعادة ما ترتدي الفلسطينيات الثوب الفلسطيني المطرز للتباهي به في الأعراس وغيرها من المناسبات. جمال عربي أصيل وثوب عربي فلسطيني، فلنحيي هذه العرائس الفلسطينية. إذن شكرا للزميل بهاء بركات وأيضا في إنتاج هذه المادة هادي صبر. إلى ذلك أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يوم أمس أن وزارة الخارجية العرب وافقوا بالإجماع على عقد القمة العربية على مستوى الرؤساء في الأول
من شهر نوفمبر المقبل وذلك في الجزائر. وقال أبو الغيط في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية في دورته 157 بالقاهرة إن الدول العربية صدقت على مقترح الجزائر بشأن موعد القمة ولم تعترض، بالتالي أصبح يوما الأول والثاني من شهر نوفمبر المقبلين هما الموعد المقرر للقمة العربية بالجزائر. أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية وأن الجائحة التي تجتاح العالم فيروس كورونا كوفيد-19 بعيدة عن الانتهاء محذرا من مخاطر سلالات جديدة له. وقال خلال مؤتمر صحفي للمنظمة في جنيف يوم أمس بأن الجائحة ليست بصدد الانتهاء هذه المرة ولن تنتهي في أي مكان طالما أنها لم تنتهي في العالم بأسره، وشدد على أن الفيروس لا يزال يتطور، وأشار إلى أنه أدى حتى الآن لوفاة أكثر من 6 ملايين شخص حول العالم. يذكر أن منظمة الصحة العالمية سجلت حتى هذه اللحظة 446,500,000 إصابة بفيروس كورونا، وهي المسبب لعدوى كوفيد-19 والذي انتشر من مدينة ووهان الصينية في أواخر عام 2019. وننتقل معكم إلى تركيا وإلى هذا التقارب بين تركيا ودولة الاحتلال بعد أن زار هيرتسوغ تركيا وانتشرت صور له وهو يصافح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. حول هذا الملف معنا الكاتب والمحلل السياسي صلاح موسى. صباح الخير. صباح الخير جميع المستمعين. أهلا بك معنا، وبداية ما هو سر هذا التقارب اليوم من بعد انقطاع ربما وبعد الكثير من الشعارات التي سمعناها من تركيا اليوم، ما هو التقارب وسر هذا التقارب بين تركيا ودولة الاحتلال؟ أعتقد أنه الأسباب هي اقتصادية بالدرجة الأولى وأمنية بالدرجة الثانية. لأنه التعاون الأمني بين تركيا وبين إسرائيل لم ينقطع حتى في أسوأ مراحل العلاقة التركية الإسرائيلية. الأسباب الاقتصادية أن تركيا بتمر بأزمة اقتصادية حادة، إضافة لذلك في اعتبارات سياسية أنه إدارة بايدن غيرت طريقة تعاملها مع تركيا وخفضت من نوع التعاون وطلبت منه مجموعة من الخطوات، فبالتالي الكل يبحث عن بوابة سياسية نحو الولايات المتحدة الأمريكية. وزي ما أنتم بتعرفوا زي ما الناس تعرف أنه إسرائيل هي الحصان اللي براهنوا عليه، وبالتالي يعني أسباب اقتصادية، أسباب سياسية، والاعتبارات الأمنية طبعا موجودة ولم تنقطع. نعم، ولكن هذا يعني هذا بالدرجة الأولى. نعم، ولكن ربما الفلسطيني في بعض الأحيان وخاصة الإسلاميين الموجودين هنا أو حتى في الوطن العربي ككل يعتبر أردوغان رمز، وربما هذا الخبر يشكل خيبة أمل لهم. يعني عليهم أنهم يدركوا أنه أردوغان هو رجل سياسي وبالتالي يبحث عن مصالح دولته، ومضبوط جزء من حركة الإخوان المسلمين، ولكن بالنهاية الدولة التركية لا تتكون فقط من حركة الإخوان المسلمين. الدولة التركية هي أصلا شكلت وقائمة ومستمرة وتعمل على أساس علماني، وبالتالي هو مضبوط قدم أو حاول يقدم نموذج للإسلاميين الليبراليين، ولكن نفس الوقت وقد يكون هذا السلوك هو سلوك ليبرالي كمان إسلامي ليبرالي، ولكن بنفس الوقت ما يراهن عليهم يعني الإسلاميين أو الفلسطينيين أو العرب بشكل عام اللي بنتموا لحركة الإخوان المسلمين، ما بيستطيع أنهم يقارنوا أو يراهنوا على أردوغان أنه بده يأخذ موقف متطرف من إسرائيل. لا، أردوغان هو شخص بمثل رأس الدولة التركية، هو صحيح لديه نفوذ قوي ولكن ليس لديه نفوذ مطلق، هو ليس حاكم مطلق، هو مش حاكم دول عربية، بمعنى أنه من الممكن أنه قد يكون جرة إلى هذا المربع، مربع الاتفاقيات الجديدة وزيارات المتابعة. نعم،
نعم صحيح، وارد جدا، لأنه حتى في البرلمان التركي، وهي معلومة أنا يعني بحب أحطها أمام المستمعين، أنه البرلمان التركي الآن هو مش أغلبية له، مش أغلبية مطلقة، هو متحالف مع أحزاب أخرى، وبالتالي من صلاحيات البرلمان أنها تطلب رفع العلاقات الدبلوماسية مع الدول. وبما أنه تركيا تمر بأزمة اقتصادية حادة أدت لانخفاض الليرة، وإسرائيل تعتبر كانت من الشركاء الاقتصاديين والأمنيين المهمين جدا، لا وممكن يكونوا هم يضغطوا عليه، ولكن في النهاية، في النهاية هو رجل دولي، هو رجل سياسي، هو ليس رجل. وبالتالي إذا لاحظت أنه كثير من الأحيان كان هو يكون بتصريحات كثير نارية، بعد يوم أو يومين يصدر توضيح آخر. ليش؟ لأنه الدولة التركية هي مش دولة، يعني مع الاحترام، هي مش دولة موز، مش زي الدولة العربية مثلا. في أحد الدول العربية بيصدر الرئيس أو الأمير القرار، خلاص ما حدا بيقدر يرجع وراه. بس في تركيا لا، في تركيا في عندك برلمان، في عندك المحكمة الدستورية، في عندك الأحزاب، في عندك التنظيمات يعني خلينا نسميها الاجتماعية، وبالتالي مجتمع حي، والعلمانيين في تركيا أقوياء جدا وبيمسكوا في عصب الاقتصاد. يعني مين اليوم الماسك عصب الاقتصاد التركي؟ هم الناس العلمانيين اللي أصلا هم أكثرهم معارضين لأردوغان، وكانت الصفعة على أردوغان يعني إنجاز التعبير هنا سياسيا في خسارته لانتخابات البلدية في إسطنبول، وبالتالي اللي هي المعقل الاقتصادي التركي. نعم، ولكن هذا يعني أن تركيا انجرت إلى علاقات تطبيعية اليوم مثلها مثل الإمارات والبحرين وغيرها من الدول العربية. يعني أنا يعني أنا عندي مقاربة مختلفة. تركيا يعني ما منطبق عليها مفهوم التطبيع زي الدول العربية. لماذا؟ تركيا أصلا تركيا تعتبر شريك أمني واستراتيجي لإسرائيل، وتركيا أيضا هي عضو في حلف الناتو، وبالتالي تركيا تربطها علاقات استراتيجية قديمة. الآن مفهوم الانجرار، أنا يعني مع الاحترام للتعبير، فيش انجرار في السياسي، في السياسي بشكل عام فيش انجرار، في مصالح وأولويات للدولة اللي بدك تقيمي معها علاقات. ولكن هذا يعني أيضا التبرير لباقي الدول المتبعة. لا لا لا، أنا بتحدثش عن تبرير. أنا الموقف السياسي، أنا يعني في المحصلة النهائية أي تقارب مع الاحتلال الإسرائيلي هو انتكاسي لنا إحنا كفلسطينيين، وأي تطبيع مع الجانب الإسرائيلي مهما كان نوعه ومهما كان مسمياته هو في النهاية خسارة لنا. ولكن في السياسي في النهاية كدولة تركيا، أنا ما بحكي عن يعني تركيا دولة بتعرف بتقوم على الاقتصاد، بتقوم على علاقات مفتوحة والآخرة، بس الإمارات وضعها مختلف، قطر ما وضعها مختلف، السعودية هاي دول عربية يجب أن تكون ممسكة. هو يدعي إنه هو بيمثل وإنه هو مش راح يتنازل عن القضية الفلسطينية. أنا في المحصلة النهائية دائما بقول وبدعي الناس إنها تتمسك في الرأي البسيط، إنه السياسي ما لا يوجد لها دين ولا يوجد لها عقيدة، السياسي يوجد لها مصالح، وبالتالي الفلسطينيين اللي قاعدين بقودوا العلاقة مع الإسرائيليين كمان هم بحاولوا يبنوا مصالحهم، وإحنا كشعب فلسطيني مش راضين عن هذا الحكي، وإحنا كشعب فلسطيني مش راضين عن التقارب التركي الإسرائيلي، وإحنا بنعتبره هو جزء من أشكال التطبيع. أتفهم ذلك، ولكن بفترة من الفترات كنا نرى الطيب أردوغان يرتدي الكوفية الفلسطينية ويلقي خطابات وشعارات رنانة، وربما أيضا سير الكثير من السفن إلى غزة، وكانت هذه مساعدات منها سفن مرمرة التي تعرضت لإطلاق النار من قبل الاحتلال، واستشهد عدد من الأتراك. نعم، واضطرت إسرائيل للاعتذار. نعم، وفي مرة من المرات أردوغان أيضا غادر مجلس الأمم المتحدة لوجود نتنياهو هناك. كل هذه وكمان بدافوس كمان لما طلع وصرح كمان أيام شمعون بيرس. نعم، صحيح. يعني هناك العديد من المواقف لتحديدا أردوغان تدل على أنه يصنع من نفسه رمزا للعرب ولفلسطين بشكل خاص. لماذا اليوم لهذه الدرجة كان من السهل أن يلتقي بهيرتسوك بعد يعني سنوات طويلة من الجفاء؟ يعني كما قلت، هو حاول أن يصنع من نفسه عنوان. نعم.
تمكن لحد كبير جدا، وانت قبل شوي حكيتي انه الفلسطينيين تفاجئوا وحتى صدموا من حجم الاستقبال بطبيعته. نعم. ولكن نعود ونقول انه هو اضطر سياسيا واقتصاديا لذلك، وبالتالي احنا بنشهد هذا كمان، هاي كمان جزء من التحولات اللي بتشهدها المنطقه والعالم. هو حاول انه يكون باستقباله للرئيس الاسرائيلي، هو زي ما انت بتعرفوا زي ما المستمعين بيعرفوا انه الرئيس الاسرائيلي ما لهش اي صلاحيات سياسيه في اسرائيل، ولكن استقباله هو عباره عن رساله سياسيه للمستثمرين الاسرائيليين والاتراك انه عجز التعاون، وانه احنا بدنا نعيد هاي العلاقات اللي بيننا وبينكم على المستوى الاقتصادي. الآن إلى أي مدى سيتحول هذا الاستقبال إلى علاقة سياسية عميقة؟ إسرائيل لديها شروط، يعني كمان على الناس إنها تعرف إسرائيل حطت مجموعة من الشروط، من أهمها طرد قيادات حماس ووقف أي تعاون أو غطاء سياسي لحماس في الأراضي التركية، ووقف التحريض اللي بيكون فيه أردوغان على دولة إسرائيل كما يقولون. وبالتالي إسرائيل الآن تفرض مجموعة من الشروط، الآن علينا أن ننتظر ونرى هل يصمد أمام هذه الشروط، هل سيؤدي هذا التقارب إلى طرد قيادات حماس وتضييق أنشطتها في تركيا. بالتالي الآن هاي الخطوة الرمزية اليوم بلشت ذات طبيعة سياسية ورسالة سياسية واقتصادية هامة. المهم انت سألتيني شو السبب، انا في البدايه حكيت انه انهيار الليره التركيه والوضع الاقتصادي والتغيير السياسي الامريكي ورغبه اردوغان انه يفتح افاق مع الجانب الاسرائيلي بصفتهم هم الناس لهم نفوذ في العالم، وبالتالي هو قاعد بروح هذا الاتجاه. ولكن اسرائيل كمان المفاوضات الامنيه اللي تجري الان بين المستوى الأمني الإسرائيلي والتركي، بقول لك إحنا عندنا مجموعة شروط يجب إنه تركيا كمان تلتزم فيها. إذا مدى نجاح هذه العلاقات ربما سننتظرها في الأيام القادمة بعد هذه الزيارة؟ صحيح، سننتظر ونرى. طبعا الناس انقسمت ما بين إنه بدين وناس بتدافع. أنا وجهة نظري ما لا الدافع ولا الدين، أنت انتظر اطلع على الأفعال السياسية وآثارها. هو بفكر أردوغان بمستقبل وحماية دولته ووجوده كمان بالسلطة، انتبه كمان هو كمان ببحث عن وجوده واستمراره بالسلطة، رغم أنه امبارح في بعض المؤسسات أو الأحزاب أو الأنشطاء يعني اعترضوا وقاموا إلى آخره، ولكن هو بفكر بمنطق هو المنظومة الموجودة في تركيا، هو كيف يحمي دولته ويحمي مصالحها. الآن الفلسطينيين والعرب لأنهم هم آسف على التعبير مفعول بهم ماشي سياسيا، وبالتالي هم بتوقعوا أنه بده يجيهم المخلص. لن يأتيكم المخلص، ما احنا نفسنا مش قادرين نخلص أنفسنا من كثير من الأشياء، وبالتالي أنا سياسيا لا أراهن على أحد. أنا أراهن على قديش عندك مصالح، قديش عندك موازين قوة، قديش ممكن أنت تمتلك أدوات تأثير وتغيير في 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 المجتمع الدولي وفي المجتمع الإقليمي. إذن أردوغان هيك بفكر وإسرائيل هيك بتفكر، ومفيش واحد يقول أنا مع أو ضد، وإذا ما أنت تفضلتي هاي مصالح. نعم، إذا يعني ننتظر الإجابات أستاذ صلاح بعد هذه الزيارة. كما قلت الكاتب والمحلل السياسي صلاح موسى حدثنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. ننتقل معكم إلى ملفنا المنوع. بعد أن دخل التاريخ كأول شخص ينقل له قلب خنزير معدل وراثيا، توفي الأمريكي ديفيد بينيت عن عمر يناهز 57 عاما بعد شهرين من العملية الجراحية التي أجراها وكانت تاريخية. وكان ديفيد بينيت يعاني من أمراض قلب مزمنة، وأجريت له عملية زرع قلب في 7 يناير الماضي حسب وكالة رويترز. أصدرت إدارة الغذاء والدواء تصريحا طارئا لإجراء هذه الجراحة ليلة رأس السنة كخطوة أخيرة لمريض لم يكن مؤهل لعملية الزرع التقليدية. ولدى إجراء العملية قال الجراح بارتي غريفت الذي أجرى العملية إنها عملية رائدة تقريبا وخطوة
تقرب من حل أزمة نقص الأعضاء. وفي تصريحات سابقة أيضا كشف مدير برنامج زراعة الأعضاء من الحيوانات في كلية الطب بجامعة ميرلاند الأمريكية محمد محي الدين، وهو القائد المشارك لفريق الجراحين الذين أجروا هذه الجراحة، أن العملية سارت دون أي عوائق باستثناء القليل من التفاوت بين القلبين. شدد على أنه لا توجد ثمة اختلافات بين خصائص قلب الإنسان عن قلب الخنزير، واستخدم الفريق الطبي عقارا تجريبيا جديدا طوروه أيضا جزئيا لتثبيط جهاز المناعة ومنع الرفض، كما استخدم أيضا جهاز جديد لتروية القلب، وذلك للحفاظ على قلب الخنزير المزروع في جسد الإنسان لحين جراحته. أما عن الفئات المصرح لهم بإجراء مثل هذه الجراحات، قال محي الدين إن وضع قلب الخنزير في أجساد البشر ستكون للمرضى الذين يعانون من أمراض القلب المقيدة. ننتقل معكم إلى حالة الطقس، حيث توقع دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد هذا اليوم بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة، لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم باردا إلى شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية. يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. ستكون هناك فرصة لأيضا عواصف رعدية وتساقط للأمطار. هذا المنخفض سيستمر أيضا يوم الجمعة، فيكون الجو شديد البرودة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية. تسقط سخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا. إلى أسعار صرف العملات، يصرف الدولار الأمريكي اليوم بثلاثة شواكل وثمانية وعشرين أجورا، الدينار الأردني بأربعة شواكل وثلاثة وستين أجورا، اليورو الأوروبي بثلاثة شواكل وتسعة وخمسين أجورا، أما الجنيه المصري فبقي ثابتا عند 20 أجورا. هذه الأسعار قابلة للصعود أو الهبوط خلال ساعات العمل. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية ببرنامج صباح الخير يا وطن. كنت معكم في الإعداد والتقديم آلاء العملة، وفي المتابعة والتنسيق رشا حسونة، وفي الهندسة الإذاعية عبدالله الخطيب، وفي الإخراج التلفزيوني خالد إنجاص. انتظرونا بعد دقائق في موجز محدث لأهم وآخر الأخبار. يليها برنامج شد حيلك يا وطن، ابقوا على السماع وإلى اللقاء. صباح الخير يا وطنا يسير بمشي العاج إلى الأعلى ويا أرض. صباح الخير يا وطن، صباح الخير من رفح حتى رأس الناقورة، من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل. صباح نسيم الجليل العليل، صباح الخير من حيفا وعكا والناصرة وبئر السبع إلى نابلس جبل النار. صباح نخيل أريحة وبرتقال يافا، صباح الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان. صباح الخير من أم الرشراش والمزيرعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وبيت نبالة وصفد. صباح الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل، من طبرية حتى النقب. صباح الخير لللد والمثلث، صباح الخير من وطن يا وطن. صباح الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيلي وطول كرم وجنين. صباح الخير لأهلنا في طوباس وسلفيت، صباح الخير لكل مدينة وقرية ومخيم. صباح الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، صباح الخير للأسرى والجرحى ولذوي الشهداء. صباح الخير للعمال والفلاحين، صباح الخير للطلاب، صباح الخير للفقراء، صباح الخير يا وطن. صباح الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن.
في هذه الجولة الإخبارية الصباحية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين، وعلى امتداد الوطن السليب نقرأ الخبر نقدمه ونحلله بعين فلسطين. برنامج صباح الخير يا وطن مع آلاء العملي وعلياء الطيطي يأتيكم الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 من الأحد حتى الخميس. هذا البرنامج برعاية مستشفى اتش كلينيك التخصصي هيلث صحة هيومانيتي إنسانية هاي ستاندرد أوف كير، معايير عالية للرعاية الطبية، وبنك الاستثمار الفلسطيني تنمية وأمان، وشركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية جودة صحة مذاق طيب. الجنيدي إلنا كلنا.